نما التبادل التجاري بنسبة 24% وازداد إلى 42%، وكان هذا العام الماضي، وفي هذه السنة سوف ينمو بوتيرة أكبر. أنا أعلم أن إندونيسيا كانت مهتمة بتطوير العلاقات مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وفي مايو اتخذنا قراراً بتطوير التقارب مع هذه المنظمة الإقليمية. في هذه السنة وتحت رئاستكم سوف يجري لقاء قمة العشرين، وفي العام المقبل سوف تترأسون منظمة آسيان. أنا واثق أن كافة هذه المسائل والقضايا سوف تكون في مركز اهتمامنا. نحن تواصلنا عبر الهاتف وعبرنا عن اهتمامنا في مسألة التسوية المرتبطة بالأزمة في أوكرانيا وفي الدونباس. وسوف أطلعكم طبعا بالتفصيل على ما يجري هناك. أهلا وسهلا بكم، أرحب بكم. Presiden Putin, terima kasih atas pertemuan ini. فخامة الرئيس، شكرا لكم على هذه الفرصة للقائي معكم. التقينا في سوتشي عام 2016. Dan kehadiran saya di sini bukan hanya sebagai Presiden Indonesia tapi juga di dalam keketuaan presidensi G20. ويسرني أن أزور موسكو كرئيس دولة وكرئيس لقمة مجموعة العشرين. Akan terus berusaha untuk mengelola situasi yang sekarang ini tidak mudah karena pandemi dan kita berharap G20 bisa menjadi apa وبصفتي رئيساً لمجموعة قمة العشرين نستمر في تعزيز العلاقات فيما يتعلق بمكافحة جائحة كورونا وسواها من الأمور المتعلقة باستعادة الاقتصاد العالمي. واسمحوا لي أن أقول أو أضيف بعض العبارات المهمة. أنا مسرور بأنكم أو بأننا نتحدث عن هذا الموضوع المتعلق بأزمة أوكرانيا، ونحن نعرف مشكلة الأمن الغذائي بسبب هذه الأزمة. Rasakan tidak hanya Indonesia tapi saya kira semua negara berkembang mengalami hal yang sama karena Rusia dan Ukraina adalah salah satu dari وبطبيعة الحال نحن نعاني من هذه الحرب، وإندونيسيا أيضا تتضرر، ودول أخرى أيضا تعاني من هذه المشكلة الغذائية. Upaya untuk mengembalikan rantai pasok dunia tidak mungkin dapat dilakukan tanpa mengintegrasikan kembali pasokan komoditas pangan dan pupuk dari Rusia, pupuk dan pangan dari Rusia dan juga pasokan gandum dari Ukraina.
Поэтому усилия по восстановлению мировых точек поставок невозможны. ثمة مساعي للدعم اللوجستي يتعين أن نأخذ إجراءات إضافية لتحسين هذا الوضع. Dalam kaitan inilah saya mengharapkan agar في لا سيما في مسألة تصدير الحبوب وفي هذه الظروف آمل أن لا تحظر روسيا تصدير الحبوب pada saat pembicaraan saya dengan negara-negara G7 saya juga sampaikan permintaan jaminan bahwa komoditas pangan dan pupuk Rusia dikecualikan dari sanksi. وأود أن أتقدم إليكم بحل لكل هذه المشكلة المتعلقة برفع العقوبات عن تصدير الحبوب. السيد الرئيس، هذه المسائل التي طرحتموها تعد مهمة للغاية. أريد أن أشير فورا أنه ليس لدينا أي قيود نفرضها على تصدير الأسمدة. في بداية العام الماضي فكرنا بتأمين هذه المواد لمصلحتنا الزراعية، ولكن اليوم فإن حجم الإنتاج للأسمدة لا نفرض أي قيود لتصدير هذه المواد إلى الأسواق الخارجية. وهذا الأمر نفسه ينطبق على المواد الغذائية. يتم إنتاج 850 مليون طن من الحبوب في العالم. وفي هذه السنة روسيا صدرت أكثر من 40 مليون طن من القمح، وفي هذه السنة مستعدون لتصدير أكثر من 50 مليون طن. أما فيما يتعلق بالقمح بالذات فإن روسيا تحتل المركز الأول في تصدير هذه المادة إلى الأسواق العالمية. وفي الفترة الأخيرة هناك متاجرات تجاه إنتاج الحبوب في أوكرانيا. وفقا لوزارة الزراعة في الولايات المتحدة الأمريكية هناك 6 ملايين من طن من الحبوب، وحسب معلوماتي هناك 5 ملايين طن. فإذا كنتم تقصدون حجم الإنتاج في العالم أكثر من 800 مليون طن، فنحن نفهم أن هذا الحجم الذي نتحدث عنه لا يحمل معنى كبيرا. فهذا يساوي تقريبا 2.5% من الحجم الكلي أو من الحجم الكلي العالمي، هو لا يسالي سوى أكثر من 0.5%. وبالرغم من ذلك فنحن لا نعيق ولا نمنع تصدير الحبوب الأوكرانية.
القوات العسكرية الأوكرانية هي التي لغمت الموانئ، ولا أحد يمنعها من نزع هذه الألغام والسماح بالتالي بخروج السفن المحملة بالحبوب، ونحن نضمن أمن هذه العملية. عدا ذلك هناك إمكانيات أخرى لإخراج هذه الحبوب أو تصديرها، وذلك عبر رومانيا والدوناي ووصولا إلى البحر الأسود وعبر بولندا وبيلاروسيا. أنا تحدثت بشكل مفصل عن هذه الأمور مع أصدقائنا من الاتحاد الأفريقي وحول هذه القضية نحن على اتصال مستمر مع المنظمة المختصة في هذا المجال في الأمم المتحدة. والتي أخذت على عاتقها العمل على ممثلي الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة المشكلة تكمن في أن هذه الدول فرضت عقوبات ضد بعض موانئنا وخلقت الصعوبات في مجال تأمين هذه السفن، وهذا كله يخلق الصعوبات لأسواق المواد الغذائية والأسمدة. هذه المسائل يتم مناقشتها مرة أخرى وبمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة. وأنا ورئاسة الحكومة الروسية على تواصل مستمر، عملي مع ممثلي الأمم المتحدة وأنا أتفهم قلقكم سيد الرئيس. وأنا مستعد لإطلاعكم بشكل مفصل عما نتخذه في هذا الإطار للمساهمة في ضمان توفير المواد الغذائية والأسمدة للأسواق العالمية.